أولادي وبناتي، طلبة طالبات الصف الأول الإعدادي، أهلاً بكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الـ Properties of Magnet، وعرفنا إن الماجنت بتاعنا عنده Magnetic Force اللي ممكن تكون Attraction Only لو هي ما بين Magnet و Magnetic Material، أو ممكن تكون Attraction or Repulsion لو هي between two Magnets. عرفنا كمان إن هو لو بقى Freely Moving Magnet يعني اتحرك بحرية، ساعتها Take a certain direction which is the North and the South directions. طب النهاردة بقى هناخد Property مهمة جدا وهي الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد يعني ايه يا ولاد؟ شفتوا الطريقه اللي شرحنا بيها الالكتريك فيلد؟ كنت بقول ايه في الالكتريك فيلد؟ انا عندي تشارج، التشارج دي حواليها اريا معينه، الاريا اللي حواليها دي هي بس المنطقه اللي تقدر فيها الافكت او الفورس بتاعه الالكتريك تشارج تقدر تظهر فيها. بره المنطقه وبره الاريا دي الالكتريك تشارج ملهاش اي تاثير. نفس الكلام الماجنت بتاعي around it في a region. الريجن دي يا ولاد هي اللي بس بتقدر الماجنتيك فورس بتاعته انه تظهر جواها. هتقولي طيب لو انا جبت ايرون نيل حطيته في جنب الماجنت بتاعي بس out of its magnetic field، يعني بره المنطقة اللي الماجنت يقدر يأثر فيها، مش هيقدر يعمل له attraction بالرغم انه magnetic material. طب ليه؟ علشان الماجنت ده ليه حاجة اسمها magnetic field. الماجنتيك فيلد دي عبارة عن region of space around the magnet، هي دي بس المنطقة اللي where the effect of its magnetic force can appear in it. طيب احنا هناك في الالكتريك فورس او في الماجنتيك في الالكتريك فيلد كنا بنقدر ان احنا نعمل ريبريزنتيشن للالكتريك فيلد بتاعنا بلاينز احنا اللي رسمناها اسمها الكتريك فيلد لاين. طب هنا نفس الكلام الماجنتيك فيلد او الماجنتيك فورس بتاعتي اقدر اعبر عنها بخطوط. اللاينز دي طبعا ايماجينري لاينز اللي هتعمل ريبريزنت للفورس اوف ذا ماجنتيك فيلد، ودي اسمها ماجنتيك فيلد لاينز. بنفس الطريقة يبقى الخطوط اللي قدامنا دي اسمها magnetic field lines، بتوضح لي فين الفورس او الماجنتيك فورس بتاعت الماجنت ده. طيب زي ما اتكلمنا في الالكتريك فيلد لاينز ان كان ليها بروبرتيز، كمان الماجنتيك فيلد لاينز ليها بروبرتيز وهتلاقوها فيها سام سيميلاريتيز مع الايه؟ مع الالكتريك فيلد لاينز. طب ايه هي السيميلاريتي ما بين الماجنتيك فيلد لاينز والالكتريك فيلد لاينز؟ انها imaginary lines that don't intersect with each other، يعني ما بتتقاطعش مع بعضها ابدا. هلاقيها دايما زي ما انتم شايفين، مش هتلاقوا ولا خط داخل في خط تاني، لا هتلاقوهم يا اما هم خطوط separated كده we move away from each other، الخطوط بتبعد عن بعضها لو عندي similar poles، او بتيجي في النص هنا تعمل لي منطقة الخطوط فيها بتبقى connected متوصلة لو ما بين two different poles. طيب نيجي بقى للديفرنسز. هناك في الالكتريك فيلد لاينز كنا بنقول انها ستارت من البوزيتيف وي اند عند النيجاتيف. هنا بقى هنقول ستارت فروم نورث بول، هنا ما عنديش تشارجز عندي بولز، يبقى ستارت فروم نورث بول اوف ذا ماجنت اند اند ات ذا ساوث بول اوف ذا ماجنت. يعني هرسم الخطوط ازاي؟ من عند النورث ارسم اتجاه السهم خارج، عند الساوث ارسم اتجاه السهم داخل، ولما اجي اوصل من نورث لساوث اعمل اتجاه الارو بتاعي ماشي من النورث رايح للساوث. البروبرتي نمبر 3 انها they are denser near the poles and far separated as they move away from them. يعني لو خدتوا بالكم هتلاقوا الخطوط زحمه ولازقه في بعضها عند التو بولز، وكل ما ابعد عن التو بولز بتبتدي تتفرق الخطوط دي وسيبريتد عن بعضها. طب ليه؟ عشان انت قلتي لي قبل كده في من ضمن البروبرتيز بتاعت الماجنت ان الماجنتيك فورس بتكون سترونجست فين؟ عند التو بولز. طب ما هي اللاينز هي اللي بتعبر عن الفورس، فعشان تعرفني ان الحته دي هي السترونجست ماجنتيك فورس هلاقي الخطوط عامله ايه؟ دنسر عند البولز. تمام يا ولاد؟ طيب البروبرتي نمبر 4 ودي ديفرنس ما بين الماجنتيك فيلد لاين والالكتريك فيلد لاينز ازاي؟ الالكتريك فيلد لاينز انا قلت لكم ان هي
cannot penetrate السيرفيسز، الميتال سيرفيسز هي اند عند السيرفيس بتاع الميتاليك بليتس، صح كده؟ ما بتخترقش السطح ابدا. طيب الماجنت، تعالوا كده نعمل تجربه صغيره. هجيب ماجنت قوي شويه واحطه على ايديا، واحط تحت ايرون نيلز او بيبر كليبس، اي حاجه بس تكون خفيفه شويه. هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي الماجنت قدرت الفورس بتاعته اكستند ثرو الديليكت سيرفيسز، يعني الاسطح الرقيقه اللي زي الهاند بتاعتي، او ممكن ورقه بدل ايديا اجيب ورقه، هلاقيها قدرت تعمل اكستند ثرو الديليكت سيرفيس، يعني تعمل الافكت بتاعها ات ديستنس، تاثر عليها من بعد وتخترق ايديا، وتقدر تعمل اتراكت للماجنتيك ماتيريالز اللي موجوده تحت ايدي او تحت الورقه دي هيت. يبقى دي كده ديفرنس مهمة من الديفرنسز المهمة جدا ما بين الماجنتيك فيلد لاينز والالكتريك فيلد لاينز. الماجنتيك فيلد لاينز كان بنتريت او اكستند ثرو الديليكت ايه سيرفيسز، يعني الخطوط بتاعتها ممكن تخترق وتعدي الناحية التانية وتأثر على الاوبجكت، مدام بشرط واحد جوه الماجنتيك فيلد بتاعها. تمام يا ولاد؟ طيب بكده يكون ليسون 2 خلص، الماجنتيك فورس. تابعوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي هناخد نوع جديد من الفورس فيلدز، او الفورسز اللي ليها فيلد زي ما درسنا في التو فورسز الاولانيين. بالتوفيق يا ولاد.